السلام عليكم. ده يا جماعة الجهاز اللي هو القطعة اللي هي اكستندر اليو اس بي دي، مفروض اللي هي لحد 150 ياردة، بس هي طبعا كل المسافات تبقى بتزيد، كلنا بنبقى عايزين نشتغل بسلك نت كويس. يعني طبعا المسافة اللي هي مثلا المسافة ريكومندد الطبيعية مثلا 50-60 متر، دي هنشتغل بكابل كات 6 معقول. هنزيد اكتر من كده يبقى لازم نعلي كفاءة الكابل عشان الاكستندر معانا يشتغل. طيب ده تطويلته عبارة عن ايه؟ ده تطويلة يو اس بي. انا عايز اعمل مثلا تطويلة يو اس بي لفلاشة او لماوس او لاي حاجة، باخد دول طبعا بورتين لان باينين خالص اهم، بورتين بتوع لان سلك نت، وده في ميل والميل تمام بيبقى بالاستخدام ده كده معانا بالظبط اهو. فاحنا بنيجي هنا دلوقتي بنركب القطعة بتاعت السلك نت هنا اهي، ده معايا سلك نت حتة معمولة كده جاهزة اهو، ادي اول واحد وادي التاني تمام كده. معايا تطولتين يو اس بي، لو انا مثلا عايز شغل الماوس تمام، بقوم جاي الماوس معايا مثلا شغال اهو عادي تمام، بقوم جاي مركب القطعة عادي خالص مكان الماوس اهي تمام، دي القطعة مكان الماوس طبيعية اهي، بقوم جاي الناحية التانية الفيميل اللي معايا حاطط فيها الايه السوكت بتاع الماوس، الماوس اشتغل معايا عادي خالص مفيش اي ايه مفيش اي مشكلة. دي بالنسبة للاكستندر اليو اس بي، علشان بس في ناس متبقاش عارفة طريقة التركيب دي يا جماعة طريقة الشرح. اسلام بهجة ستورز، احنا اصل الالكترونيات. شكرا.